وهذو اللي عم يروحوا باللي نروحوا العمره نبينوا في روحتيهم لولاتي هيك شور بيهديهم شغل نعاف. انا ديجا نعاف واحد راح للعمره اقسم بالله يا خاوتي غير روح راح يضحك راح يتمسخر يلعب داخل الكعبه شاد يده في الكعبه وداير فيديو هكذا قاعد يقول يا ربي تي 5 يا ربي تي 5 وبعد يضحك ويزيد يقول يا ربي تي 1 كيما هذا يا حمبابك. هذا ما راحش يبكي ولا راح ربي يغفر له ولا راح يطلب من ربي يا ربي يغفرنا واش درنا. هذا راح يضحك هذا راح يضحك ويدير فيديو باللي رحت العمره وهذاك شو يلقى روحه. الناس اصلا تيها شوفي الناس اللي يروحوا العمره يروح بالنيه لازم تكون نيه هكذا لا ما كتش النيه ما درنا والو. والله غير بعث لي فيديو تاعو شفته الا راك تشوف فيا هذا الفيديو اوليك جبد فيديو بدا دايدو في الكعبه ويضحك ويقول يا ربي تيغوان يا ربي تيغوان. هنا يا حمبابك هذاك فاش تشوف فيها العقليه هذه هذاك شغل انا بالنسبه لي يا ربي ما يقبلوش العمره تاعو. العمره لازم كتروح تروح تبكي تروح كي تروح انت يدعي لوالديك تدعي لخاوتك تدعي الناس بالهدايه. وحنا الله غالب حنا كما يقولوا الله يغفرنا انا شابعين ذنوب قد ما ندعو ربي صباح وعشيه وما نعرف ربي لا يغفرنا. هذا ما حويت مسخره يلعبوا وخاصه واحد الظاهره اللي شفتها يروحوا للكعبه يبقاو يوكلوا في الناس على ربي. لك ربي سبحانه ولي لك ربي انت يا ربي رزقك بعمره روح ادعي لروحك روح شوف شك الذنوب اللي عندك روح ادعي لروحك ما تروحش لثما ديك الكعبه جيب التليفون هذا الفيديو لهذاك اللي وكل عليه يا ربي شغل عند الكعبه هذا استهزاء هذا.